نكمل الجاوت سايد ميثود في اخر سلايد او اخر فيديو عليه، اللي هو نحل اكزامبل باستخدام الباور فلو بروجرامز. هذا الاول مثال بحكي لي، او المثال الوحيد اللي راح نحله عليه هو فيجر شازمان لاين دايجرام ل 3 باس سيستم. بحكي لي على الباس 1 الباس 3 في جنريشن، الفولتج على الباس 1 تساوي 1.25 والزاويه 0، والفولتيه قيمتها كماجنيتيود على الباس 3 بحكي لي فيكس ثابته قيمتها 1.03 بير يونت، وقيمة الباور جنريشن ريال باور جنريشن تساوي 300 ميجا وات. اللود على الباص رقم 2 يساوي 400 زائد جل 200، واللاين امبيدنس معطيني اياها لبيس يساوي 100 ميجا فولت امبير. هسه نيجي نشوف هاي الباور سيستم. بداية اول خطوة تبدأ فيها كنصيحة، اول اشي اعمل ترقيم لكل باص، اذا كان مرقمات خلص تمام. ثاني اشي تيجي تحدد كل باص نوعه، وتحدد كمان كل باص شو الاشياء اللي بدك توصلها. مش احنا اخذنا في الفيديو الاول هذا الجدول اذا بتتذكر، وحكينا كل باص انه لايش بدي اوصل، هاي كوانتيتيز تو بي سبيسيفايد، هاي القيم اللي راح اوصلها. فتيجي انت على الباص الاول سلاك باص، سلاك باص انا بعرف انه الجهد والزاويه معروفات، وبدي اوصل للباور والرياكتيف باور، بحط اني راح استخدم الجاو سايدر عشان اوصل للباور والرياكتيف باور. الباص الثاني عندي لود باص، لود باص انا بدي اوصل لقيمة الجهد وقيمة الزاوية، انا عندي الباور والكيو معروفات. الباص الثالث هو عبارة عن ريجوليتد باص، المعروف عندي قيمة الجهد الثابتة، حكينا نعرف ليش ثابتة كيف التحكم عن طريق الاي في ار، وعندي قيمة الباور، فبدي اوصل لقيمة الرياكتيف باور وقيمة الزاوية. انت هيك اول اشي حدد الرقم كل باص، ثاني اشي حدد نوع كل باص، ثالث اشي حدد القيم اللي بدك توصلهم باستخدام الجاوس سايد ميثود او استخدام اللاين فلو يعني بروجرامز او الى اخره. اول اشي طبعا معطيني هاي القيم، هاي القيم اول اشي نفس ما هي بتحط نسخ لصق، يعني ما راح تجيب اشي جديد من عندك. البيس ميجا فولت امبير بده اياها 100، الاكيورسي هاي القيمه، الاكسلريشن فاكتور 1 1، الاكسلريشن فاكتور قيمته ما بين 1 و2، الماكسيمم ايتريشنز هي عدد الايتريشنز راح يكون على الاكثر 100. فنيجي للباور سيستم، زي ما حكينا اول شيء حط هاي القيم نفس ما هي بتعرفها بنفس الاسم. ثاني شيء بندخل على اول ماتريكس بدنا نعبيها اللي هي الباس داتا. اول شيء بما ان عندي 3 باسز ففي عندي راح يكون 3 صفوف يعني 3 روز. في الباس داتا احنا حكينا في عندنا 11 كولومز 11 عمود، فعندي حجم هاي الباس داتا راح تكون 3 في 11. اول شيء بنيجي للباس الاول رقمه 1، انا مرقمه 1. ثاني شيء الباس كود بما انه سلاك باس، فهي يعني انا حكيت لكم اول ملاحظه انه نحط الرقم والنوع، هاي اول عمودين صرت معبيهم بان عرفت النوع والرقم، فالكود راح يكون 1 لانه سلاك باس. هاي قيمة الجهد حطيتها، قيمة الزاوية كمان حطيتها، ما عندي لا ميجا وات ولا ميجا فار، الباكي راح يكون كله صفر. نيجي للباص رقم 2، الباص رقم 2 هو عبارة عن لود باص، حطينا الرقم بالاول. باص كود ما انه حكينا ذا لود باص بنحط صفر. قيمة الجهد الاستيميتد فاليو انا بعتبرها 1 والزاوية 0 اذا ما كان معطيني اياها. طبعا هاي اللود 400 زائد جل 200، والباقي ما في جنريشن او انجكتد ميجا بار، فالباقي صفار. نيجي للباص الثالث، الباص الثالث عندي قيمه عندي نوعه ريجوليتد باص، فبحط رقم 2، الكود اللي بيعبر عنه رقم 2. الجهد قيمته 1.03، هاي 1.03، الزاويه بعتبرها انا 0، استيميتد فاليو بعتبرها 0. الميجا وات والميجا بار مش لود، ما في عندي لود، في عندي فقط اللي هو جنريشن 300 ميجا وات. طبعا في عندي ليميت اللي هو بين الكيو مينيمم والكيو ماكسيمم بين 0 و160 ميجا بار. هاي اول ماتريكس عبيناها. ثاني ماتريكس اللي هي راح تتمثل لللاينز، فنيجي اول عمود راح يكون فيه هو البص الاول يعني من وين راح تبدا، والعمود الثاني هو البص الثاني او لوين راح تنتهي. فمن بين البص 1 والبص 2 في عندي قيمه اكس، فبحط فقط قيمه اكس، والباقي لازم تحطهن صفار. وهون قيمه التاب تشينجينج لازم تكون 1 لانه احنا ما غيرنا فيها، فهي بالاصل 1. بين البص 1 والبص 3 بنلاحظ انه بس فقط عندي اكس قيمتها 0.05،
فحطها زي ما هي بنفس الاشي بين الباص 2 والباص 3. بعدين باجي بكتب الكود اف واي باس. اف واي باس قلنا راح ينتج لي الادميتانس ماتريكس. بعد ما اوجد الباص ادميتانس ماتريكس راح استخدم انا مين الجاوس سايدين ميثود، مع اني راح استخدم الجاوس سايدين ميثود فراح استخدم كود الاف جاوس. هسه لما نيجي نيوتن رابسون راح تتغير فقط هاي، ما راح يتغير اشي كبير يعني او ايش راح يكون عليكم صعب، وراح نغير في اشياء يعني في مثلا اكسلريشن فاكتور لما نيجي لنيوتن رابسون. في الباس اوت قلنا راح يطبع لي الباور فلو سوليوشن على الشاشه واللاين فلو، راح يعطيني اللاين فلو واللوسز. هسه نيجي نشوف الاوتبوت من هاي الجاوس سايدين. اول اوتبوت اللي هو على الباس، الباس واحد الجهد انا بعرفه والزاويه بعرفها، انا ما في عليه لود، فانا راح اعرف البي والكيو. هاي عرفت البي والكيو جنريشن، فانا هاي اللي استفدته من الجاوس سايدين ميثود، اوجد لي البي والكيو بعد 10 ايتريشنز. الباص الثاني، الباص الثاني عباره عن لود باص. في اللود باص انا بدي اوصل اني اوجد الجهد وزاويه الجهد. هاي اوجدت الجهد وهي زاويه الجهد. طبعا اللود معروف عندي. الباص ثلاث هو عباره عن ريجوليتد باص، بلزمني اوجد زاويه الجهد وكمان اوجد الكيو. هاي اوجدت الكيو وهي اوجدت زاويه الجهد. في عندنا شيء اسمه بدي ارسم، او هاي في السؤال بالضبط هيك كاتب، بدها تبني الباور فلو دياجرام وتبين كمان الدايركشن لللاين فلوز. فشايفين من الاول اوتبوت اللي اخذناه فعرفت انه في عندي قيمه الباور هالكد وقيمه الكيو هالكد، بما انها موجبه فهي راح تكون داخله في الباص من هون. نفس الاشي في حاله الباص 3 قيمه الكيو. طبعا هسه الاوتبوت الثاني، طبعا الاوتبوت الاول طلعناه من الباص اوت، الاوتبوت الثاني راح يكون من اللاين فلو. فبين على اللاين على الباص واحد، على الباص واحد حكينا هاي ال 100 وهي 90.51، طبعا شرحت هاي معناتها انه كيو والسهم العادي اللي هو بي. فهاي ال 100 وهي 90.51 راح معطيك كمان قيمه الميجا فولت امبير الهن. بين الباص واحد والباص اثنين، شوف بين الباص واحد والباص اثنين قيمتها البي 150.43، هي 150.43، وقيمة الميجا فار قيمتها 100. وهكذا بين كل بص وبص، وعطاك كمان اللاين لوسز. بنشوف البص مثلا هاي القيمة سالبة، بين البص 2 وبص 1 هي عكس هاي القيمة، لأنه بس الاتجاه عكس بين البص 2 والبص 1 هي عكس بص 1 والبص 2. وهكذا أعطاني كمان قيمة التوتال لوسز، اعطاني اللوسز بين كل باص وباص. طب بنلاحظ هون انه قيمة اللوسز في الميجا وات صفر. ليش قيمتها صفر؟ لانه انا عندي قيمة المقاومة اعتبرناها صفر، اكيد قيمة الميجا وات لوسز تساوي صفر، فقط انا عندي لوسز في الميجا بار. هاي الرسمة النهائية بعد ما توجد هاي القيم، تقدر بامكانك انك ترسم الباور فلو دياجرام لهذا الباور سيستم.